بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمياط، وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع المحاضرة الثامنة في مقرر تقسيم نبات، والتي سنتناول فيها شرح أنواع النورات. وسوف أحاول شرح هذا الموضوع شرحا تفصيليا مبسطا حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الإلمام بأنواع النورات المختلفة، ويتمكنوا أيضا من التمييز بين الأنواع المتشابهة من النورات والتي قد تحدث التباسا لدى كثير من الطلاب. وفي النهاية سوف أقوم بتوضيح كيفية وصف أي نوع من النورات أو الثمار وصفا نباتيا دقيقا بشكل مبسط، وهعمل مخطط بيوضح طريقة الوصف ممكن الطالب يستعين به في وصف أي نوع من النورات، وهنوضح أيضا كيفية رسم أي نوع من النورات بشكل مبسط ويسير إن شاء الله. وهنبدأ في الجزء الأول من المحاضرة في شرح أنواع النورات، وعايزين نعرف في البداية ما هو المقصود بالنورة. بنقول إن النورة هي عبارة عن محور خاص بيحمل مجموعة من الأزهار، زي ما أنا شايف في الرسم اللي موجود أمامي هنا. معناه إيه الكلام ده؟ زي ما إحنا عارفين إن في بعض النباتات بتكون أزهارها فردية فرادة، يعني كل زهرة لوحدها، والزهرة الفردية دي قد تحمل إما في نهاية الساق أو الفرع، وبنسميها زهرة طرفية كما هو الحال في أزهار الورد والتوليب، أو تحمل الزهرة الفردية جانبيا في إبط ورقة، يعني تبقى خارجة من إبط ورقة على الساق أو الفرع، وبنسميها زهرة جانبية أو إبطية كما هو الحال في البتونيا. لكن في كثير من النباتات بنجد أن النباتات دي بتكون أزهارها في مجموعات، كل مجموعة محمولة على محور خاص زي ما أنا شايف في الرسم اللي أمامي، وبنسمي المحور بما عليه من أزهار باسم النورة. وده يخلينا نعرف النورة تعريف بسيط وسلس ومفهوم، وهو أن النورة عبارة عن مجموعة من الأزهار محمولة على محور خاص يعرف بمحور النورة أو الشمرات راشس. ومدام قلت محور النورة هنا، لازم أشير لنقطة مهمة جدا بتعمل التباس لدى كثير من الطلاب وتتسبب في وقوعهم في الخطأ عند وصف النورة لما تجيله في الامتحان، وهي إن الطالب ما بيعرفش يميز بين محور النورة وحامل النورة. يبقى هنا لازم نشير لكيفية التمييز بين محور النورة وحامل النورة. فبنقول إن محور النورة هو الجزء الذي يحمل الأزهار، هو فقط الجزء الذي يحمل الأزهار، وبنحدده بداية من مكان خروج أول زهرة اللي هي أكبر الأزهار عمرا وحجما، وحتى قمة النورة أو البرعم الطرفي لمحور النورة، يعني الجزء المحصور بين أول زهرة ده وآخر زهرة في المحور ده اللي بنسميه محور النورة. أما حامل النورة فهو عبارة عن الجزء الذي يوجد أسفل محور النورة ويكون خالي من الأزهار. فطالما أنا عرفت أن محور النورة هو الجزء فقط الذي يحمل الأزهار سواء كان طويل أو قصير، وعرفت أيضا أن حامل النورة هو الجزء الذي يوجد أسفل محور النورة، يعني أسفل أول زهرة في النورة ويكون خالي من الأزهار، يبقى أنا كده هقدر أميز بين الاثنين بسهولة وأقدر أوصف النورة بمنتهى السهولة. أهمية الكلام ده إيه؟ أهميته أن بيبقى في بعض النورات بيكون فيها محور النورة اللي هو الجزء اللي بيحمل الأزهار بيكون قصير جدا، في حين أن حامل النورة بيكون طويل. فبعض الطلاب بينخدع في هذه النورات ويوصفها على أنها نورات ذات محور أو شمراخ طويل، على أساس أن الجزء ده بيحمل في قمته الأزهار، فبيعتبره هو محور النورة وحامل في قمته الأزهار. لكن الكلام ده خطأ طبعا، لأن أنا قلت محور النورة هو عبارة عن الجزء الذي يحمل الأزهار، الجزء اللي بيحمل الأزهار فقط هو ده محور النورة، ما تتغرش فيه سواء كان طويل أو قصير، بنعتبره محور النورة. أما حامل النورة فهو الجزء الذي يوجد أسفل محور النورة ويكون خالي من الأزهار مهما كان طول. فلازم تعرف الكلام ده كويس وتحطه في ذهنك، محور النورة هو الجزء الذي يحمل الأزهار مهما كان قصير، أما الجزء اللي تحته بيبقى خالي من الأزهار فده بنسميه حامل النورة. وبالنسبة لتقسيم النورات، بنقسم النورات طبعا لعدة أسس. أولى هذه الأسس هي طبيعة نمو شمراخ النورة ونشاط برعمه الطرفي، وطبعا لهذا الأساس بتقسم النورات إلى نورات غير محدودة ونورات محدودة زي ما هوضح بعد كده. الأساس الثاني هو هل محور النورة أو شمراخ النورة متفرع أم غير متفرع. فإذا كان شمراخ النورة غير متفرع ويحمل على سطح الأزهار مباشرة بتكون النورة بسيطة، أما إذا كان متفرع وكل فرع من
الأفرع بتاعته بتحمل مجموعة من الأزهار، يبقى كل فرع هيبقى عبارة عن نورة بسيطة والنورات متجمعة على المحور الرئيسي، فتبقى النورة كلها على بعضها نورة مركبة. يعني محور النورة حمل مجموعة من النورات البسيطة كونوا نورة واحدة تعرف بالنورة المركبة. الأساس الثالث هو طول الشمراخ، هل الشمراخ طويل أم قصير؟ الأساس الرابع هو هل الشمراخ متشحم؟ وما نقول شمراخ يعني محور النورة، هل الشمراخ متشحم يعني سميك ولحمي أم غير متشحم؟ الأساس الخامس هو توزيع الأزهار على محور النورة، طريقة توزيع الأزهار على محور النورة، يعني هل محور النورة بيحمل الأزهار مرتبة في نظام تعاقب قمي، بمعنى إن أكبر الأزهار عمرا وحجما بتكون عند قاعدة الشمراخ وأصغرها عمرا وحجما بيكون في قمته، أم الأزهار بتكون مرتبة على محور النورة من الخارج للداخل زي ما هنشوف أيضا أثناء شرحنا الأنواع النورات. الأساس السادس هو هل توجد أعناق للأزهار أم الأزهار جالسة؟ ففي نورات بتحمل أزهار معنقة ونورات أخرى بتحمل أزهار جالسة أي ليست معنقة. الأساس السابع هو جنس الزهرة، بيبقى في عندي نورات بتحمل أزهار ثنائية الجنس أي أزهار خنثى، ونورات تانية بتحمل أزهار وحيدة الجنس إما أن تكون مذكرة أو مؤنثة أو تحمل كلا النوعين معا على نفس محور النورة. ننتقل الآن لشرح أنواع النورات، وعلشان نلم بأنواع النورات المختلفة بأسلوب بسيط وميسر نقسم النورات أولا إلى قسمين كبيرين هما النورات غير المحدودة والنورات المحدودة، ونعرف إزاي نميز بين هاتين المجموعتين من النورات، ثم ننتقل بعد ذلك لشرح أنواع النورات غير المحدودة وأنواع النورات المحدودة. لكن بداية هنقسم النورات تبعا لطبيعة نمو محور النورة ونشاط برعمه الطرفي إلى قسمين كبيرين هما النورات غير المحدودة والنورات المحدودة. ازاي نميز بينهم؟ النورات غير المحدودة دي مجموعة من النورات بتتميز بأن البرعم الطرفي لمحور النورة بيكون نشيط ويستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، يعني ما بتحددش نموه، علشان كده بيسموها نورات غير محدودة. تاني، النورات غير المحدودة بيكون البرعم الطرفي لمحور النورة نشيط ويستمر في نموه لفترة طويلة، وقد يكون نمو البرعم الطرفي في هذه النورات سريع وبسرعة نموه بيكون محور طويل زي ما أنا شايف كده، بتنشأ عليه أزهار أو أفرع زهرية تنتظم على المحور في نظام تعاقب قمي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني البرعم الطرفي في حالة النورات الغير محدودة بيستمر في النمو لفترة طويلة، وإذا كان نموه سريع هيكون محور طويل بتنشأ عليه الأزهار في نظام تعاقب قمي، يعني أكبر الأزهار حجما وعمرا بتكون عند قاعدة المحور وأصغرها حجما وعمرا بيكون عند قمة المحور، وبنلاقي الأزهار بتتدرج في الصغر أي الصغر في الحجم والعمر من القاعدة نحو القمة، ده اللي بنسميه تعاقب قمي، إن أكبر الأزهار حجما وعمرا بيكون عند قاعدة المحور وأصغرها حجما وعمرا بيكون عند قمة المحور. فزلقينا إن محور النورة بيحمل مباشرة أزهار، بتبقى النورة في الحالة دي نورة غير محدودة بسيطة. لكن في بعض النورات غير المحدودة بنلاقي إن نمو البرعم الطرفي بيستمر لفترة طويلة وبيكون نمو سريع، فبيكون لي محور رئيسي طويل، وهذا المحور يتفرع أثناء تكوينه مكون أفرع جانبية، والأفرع الجانبية هي التي تحمل الأزهار. يعني في هذا النوع من النورات لا تحمل الأزهار مباشرة على المحور الرئيسي للنورة، لأن بيتفرع أثناء نموه إلى أفرع جانبية، والأفرع الجانبية هي التي تحمل الأزهار، فبيصبح كل فرع جانبي عبارة عن نورة بسيطة. ليه؟ لأنه مكون من محور وهذا المحور يحمل مجموعة من الأزهار، إذن فالفرع الجانبي هو عبارة عن نورة بسيطة، ولأن المحور يتكون عليه عدد من الأفرع الزهرية كل فرع منها عبارة عن نورة بسيطة وتجمعت على محور رئيسي واحد، فبتكون كلها نورة واحدة، تعرف في هذه الحالة بأنها نورة غير محدودة مركبة، وبيتحدد نوع النورة المركبة على أساس نوع النورة اللي كونت على الأفرع الجانبية. فإذا كان الفرع الجانبي عبارة عن نورة سنبلية بسيطة، إذن هنطلق على النورة كلها اسم نورة سنبلية مركبة، وإذا كانت عبارة عن نورة عنقودية كما هو موضح في الرسم عندي بنطلق على النورة كلها اسم نورة عنقودية مركبة. دي مش كل حاجة عن النورات غير المحدودة، لأن في بعض النورات غير المحدودة برغم إن البرعم الطرفي المحور النورة قلنا إن بيستمر في النمو لفترة طويلة، إلا
أن نمو البرع المطرفي بيكون بطيء جدا وبيكون موجه لإنتاج الأزهار أكثر من نموه لتكوين محور النورة، فبيكون النتيجة أنه بيكون محور نورة قصير جدا ولكنه يحمل عدد كبير من الأزهار، والمحور بياخد إما شكل محدب أو مستوي تقريبا أو مقعر تقعير بسيط. وفي هذه الحالة بتترتب الأزهار على محور النورة بطريقة مختلفة عن النورات التي يكون فيها محور النورة طويل، فبنلاقي أكبر الأزهار حجما وعمرا بتكون جهة الخارج وتتدرج في الصغر نحو الداخل، يعني أكبرها حجما وعمرا بيبقى للخارج من الجانبين وأصغرها حجما وعمرا في الداخل. وطبعا نتيجة لكده بيبدأ تفتح الأزهار من الخارج إلى الداخل، يعني بيبدأ بالأزهار الخارجية ثم التي تليها ثم التي تليها ثم في النهاية الأزهار التي في مركز النورة اللي هي الأزهار الأصغر عمرا. أما في حالة النورات غير المحدودة ذات الشمراخ الطويل فبيكون الأزهار مرتبة في نظام تعاقب قمي، يعني أكبرها عمرا بيكون عند قاعدة المحور وأصغرها عمرا عند القمة، لذلك بيحدث التفتح من الأسفل إلى أعلى. وبعد الكلام اللي احنا قلناه على النورات غير المحدودة والوصف اللي وصفناه للنورات غير المحدودة، نقدر نستنتج أهم الصفات التي تميزها لكي تكون هي النقاط الرئيسية اللي بنفرق بيها بين النورات غير المحدودة والنورات المحدودة. فأهم ما يميز النورات غير المحدودة أن البرعم الطرفي لمحور النورة بيستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، ولذلك تسمى نورات غير محدودة. دي الميزة الأولى. الميزة الثانية هي أن محور النورة كله بينتج من نمو برعم واحد فقط هو البرعم الطرفي لمحور النورة، علشان كده بيسموا النورات دي اسم تاني وهو النورات صادقة المحور، لأن المحور كله نتج من نمو برعم واحد فقط هو البرعم الطرفي للمحور، البرعم المسؤول أساسا عن تكوين المحور، عشان كده سموها صادقة المحور. الميزة الثالثة إن نمو البرعم الطرفي قد يكون سريع فيعطي محور طويل أو يكون بطيء فيعطي محور قصير، يعني النورات غير المحدودة قد تكون طويلة الشمراخ، يعني محور النورة بيكون طويل، أو قصيرة الشمراخ، يعني محور النورة قصير. النقطة الرابعة إن محور النورة سواء كان طويل أو قصير ممكن يكون متشحم أي سميك ولحمي أو غير متشحم. الميزة الخامسة هي أن محور النورة في حالة النورات غير محدودة قد يحمل مباشرة أزهار فتصبح النورة غير المحدودة نورة بسيطة كما هو واضح في الصورة التي أمامي هنا أو هنا، أو قد يحمل أفرع جانبية، يعني المحور يتفرع إلى أفرع جانبية وكل فرع منها يكون عبارة عن نورة بسيطة فتصبح النورة كلها نورة مركبة، أي أن النورة غير محدودة في هذه الحالة تصبح نورة مركبة. والآن ما هو المقصود بالنورات المحدودة وما هي مميزاتها؟ هنتكلم عن النورات المحدودة وهنعرف صفاتها المميزة واللي بتختلف اختلاف كبير عن النورات غير المحدودة. من حيث إيه؟ من حيث إن البرعم الطرفي لمحور النورة في حالة النورات المحدودة بيكون محدود النمو، يعني بينمو لفترة بسيطة ثم يتوقف عن النمو بأن يتحول إلى زهرة. البرعم الطرفي بينمو لفترة بسيطة يكون لي محور قصير زي ما انا شايف عندي هنا وهنا، ثم يتوقف البرعم الطرفي عن النمو بأن يتحول إلى زهرة، فبتوقف نمو المحور الأصلي، يعني بتحدد نموه، علشان كده بتسمى النورات دي بالنورات المحدودة. يقوم واحد يقول لي ازاي تبقى نورة يا دكتور وانت بتقول البرعم الطرفي للمحور الأصلي بيتوقف عن النمو بأن يتحول إلى زهرة؟ طب هو كده المحور ما بيحميش إلا زهرة واحدة، يعني هو عبارة عن زهرة مش نورة. تمام. وخصوصا ان احنا عرفنا ان النورة هي عبارة عن مجموعة من الأزهار، يعني ممكن يكونوا زهرتين فأكثر بيكونوا متجمعين على محور واحد بنسميه محور النورة أو شمراخ النورة. فاللي بيحصل هنا في حالة النورات المحدودة إن البرعم الطرفي للمحور الأصلي لما بيتوقف عن النمو بأن يتحول إلى زهرة زي ما أنا شايف هنا وشايف هنا، بينمو من أسفل هذه الزهرة من على المحور الأصلي نفسه برعم واحد أو أكثر. أنا شايف هنا في الصورة نما من على المحور الأصلي برعم إبتي ليكون فرع يعتبر اسم
استمرار لنمو المحور الأصلي، تمام؟ وبعد فترة هذا الفرع بيتوقف برعم الطرفي عن النمو بأن يتحول إلى ذرة. الصورة الثانية اللي أمامي هنا بلاقي أن البرعم الطرفي للمحور الأصلي بعد ما توقف عن النمو بأن تحول إلى ذرة نما من أسفله برعمين، كل برعم كون فرع بيعتبر استمرار لنمو المحور الأصلي، يعني بيعتبروا مكملين له. وبعد فترة توقف البرعم الطرفي لكل فرع منهم عن النمو بأن يتحول إلى ذرة. في حالة ثالثة كما في الجارونيا، لما البرعم الطرفي للمحور الأصلي يتوقف عن النمو بأن يتحول إلى ذرة بينمو من أسفله أكثر من برعمين، بينمو عدد كبير من البراعم، كل برعم منهم بيكون فرع يعتبر استمرار لنمو المحور الأصلي للنورة ثم يتوقف عن النمو بأن يتحول برعم الطرفي إلى ذرة. في الحالة الأولى دي لما بينمو برعم واحد فقط بعد توقف البرعم الطرفي للمحور الأصلي بنسميها نورات محدودة وحيدة الشعبة. لما بينمو برعمين متقابلين كما في الحالة الأمامي هنا زي ما في نورات الكرونفيل والجيبسوفيلا بنسميها نورات محدودة ثنائية الشعبة. أما في حالة الجارونيا لما بينمو أكثر من برعم بعد توقف البرعم الطرفي للمحور الأصلي بنسميها نورة عديدة الشعب. دي معلومة قلناها وعرفناها. المعلومة التانية اللي أنا عايز أقولها إن التفرع إذا حصل مرة واحدة بس بنعتبر النورات المحدودة نورات بسيطة، أما إذا تكرر التفرع بنعتبر النورات المحدودة نورات مركبة. عشان نوضح أكتر نقول إن يقصد بالتفرع لمرة واحدة إن البرعم الطرفي للمحور الأصلي بتاع النورة بعد أن يتوقف عن النمو وتكوين زهرة ينمو من أسفله برعم واحد أو أكتر ليكون كل برعم فرع يعتبر استمرار لنمو المحور الأصلي، ثم يتوقف كل فرع عن النمو بأن يتحول برعمه الطرفي إلى زهرة. كده اتكونت الأفرع لمرة واحدة، سواء بتكوين فرع واحد لما نما برعم واحد أو بتكوين فرعين متقابلين لما نما برعمين من أسفل البرعم الطرفي للمحور الأصلي أو بنمو أكتر من برعم. في الحالة دي لما بيحصل التفرع لمرة واحدة بنسمي النورة نورة محدودة بسيطة. في حالة نمو برعم واحد وانتهى نمو بتكوين زهرة بنقول عليها نورة محدودة بسيطة وحيدة الشعبة. في حالة نمو برعمين وكونوا فرعين متقابلين زي اللي نشوف أمامي هنا بنقول عليها نورة محدودة بسيطة ثنائية الشعبة. إذا نما أكتر من برعمين كما في الجارونيا بنسميها نورة محدودة بسيطة عديدة الشعب. لكن في الغالب في حالة النورات المحدودة وحيدة الشعبة أو ثنائية الشعبة غالبا ما يتكرر التفرع، أما في النورات المحدودة عديدة الشعب غالبا لا يتكرر التفرع. معنى إيه الكلام ده؟ في حالة النورة المحدودة وحيدة الشعبة أي النورة اللي بعد ما يتوقف نمو محورها الأصلي بتكوين زهرة ينمو من أسفل هذه الزهرة برعم يكون فرع قصير ثم يتوقف نموه بأن يتحول برعمه الطرفي إلى زهرة، وبعد ذلك ينمو من أسفل هذه الزهرة اللي كونت على الفرع برعم آخر يكون فرع قصير ينتهي نموه بأن يتحول برعمه الطرفي إلى زهرة، وتتكرر هذه العملية عدة مرات. في الحالة دي بنسمي النورة نورة محدودة مركبة وحيدة الشعبة. ليه مركبة؟ لأن التفرع اتكرر فيها أكتر من مرة. المحور الأصلي نما عليه برعم كون فرع ثم الفرع توقف نموه بتكوين زهرة فنما على الفرع برعم آخر ليكون فرع جديد وانتهى نموه بتكوين زهرة، وتتكرر عملية هذه عدة مرات. أيضا في حالة النورات ثنائية الشعبة بيتكرر التفرع غالبا عدة مرات، فبنلاقي أن البرعم الطرفي للمحور الأصلي بعد ما توقف عن نموه بتكوين زهرة بينمو من أسفله برعمين متقابلين ليكون كل منهم فرع، وبعد فترة يتوقف نموه بأن يتحول برعمه الطرفي إلى زهرة، فينمو من أسفل هذه الزهرة برعمين متقابلين أيضا ليكون كل منهم فرع يعتبر استمرار لنمو محور النورة، ثم يتوقف نموه بتكوين زهرة، وهكذا يتكرر التفرع الثنائي عدة مرات كما يحدث في الجيبسوفيلا. فهنا بنعرف النورة بأنها نورة محدودة مركبة ثنائية الشعبة. أما في حالة النورات عديدة الشعب اللي هي النورة اللي لما يتوقف البرعم الطرفي للمحور الأصلي عن النمو ينمو من أسفله
فيه أكثر من برعم ليكون كل منهم فرع يعتبر استمرار لنمو محور النورة، ثم يتوقف كل فرع عن النمو بأن يتحول برعمه الطرفي إلى زهرة. فهذا النوع من النورات يحدث فيه التفرع مرة واحدة فقط، وغالبا لا يحدث تكرار للتفرع، لذلك بتوصف بأنها نورات محدودة بسيطة عديدة الشعب. ومن خلال الكلام اللي احنا قلناه في شرحنا للنورات المحدودة وبأسلوب بسيط، نقدر نستنتج أهم الصفات التي تميز النورات المحدودة، وهي كالتالي: أولا، أن البرعم الطرفي للمحور الأصلي للنورة بيكون محدود النمو، فيتوقف عن النمو بعد فترة بسيطة بأن يتحول إلى زهرة، وبذلك يحدد نمو المحور الأصلي للنورة، ولهذا السبب سميت هذه النورات بالنورات المحدودة. الميزة الثانية هي أن محور النورة المحدودة لم ينشأ من نمو برعم واحد فقط اللي هو البرعم الطرفي للمحور الأصلي، وإنما نشأ من نمو عدة براعم بالإضافة إلى البرعم الطرفي للمحور الأصلي، يعني اشترك في تكوينه أكثر من برعم، ولذلك بتسمى بالنورات جاذبة المحور. وتركز معايا في النقطة دي عشان أوضحها لك. أما بنقول محور النورة المحدودة، ما بنقصدش المحور الأصلي اللي هو توقف نموه في البداية بأن تحول برعمه الطرفي إلى زهرة، وإنما بنقصد الجزء الذي يحمل الأزهار التي تكون النورة اللي هو الجزء ده. ده كله عبارة عن محور النورة، لأن لو قلنا المحور الأصلي بس، المحور الأصلي انتهى بزهرة، وبكده لو ركزنا على المحور الأصلي بس يبقى هي عبارة عن زهرة مش نورة، إنما النورة هي مجموعة من الأزهار بتحمل على محور واحد. تمام؟ فهنا المحور اللي بيحمل الأزهار اتكون من نمو أكتر من برعم بالإضافة إلى البرعم الطرفي للمحور الأصلي، فالمحور كده اشترك في تكوينه أكتر من برعم بالإضافة إلى البرعم الأصلي، ولذلك بتسمى هذه النورات بالنورات جاذبة المحور. الميزة الثالثة إن النورات المحدودة بيتكون محورها من نمو أكتر من برعم. تمام؟ يعني بيتكون محورها نتيجة حدوث تفريع للمحور الأصلي، سواء بتكوين فرع واحد أو فرعين أو عدة أفرع. فإذا حدث التفريع مرة واحدة بنقول عليها نورات محدودة بسيطة، أما إذا تكرر التفريع زي ما وضح بنقول عليها نورات محدودة مركبة. الميزة الرابعة بنقول إن النورات المحدودة قد تكون وحيدة الشعبة أو ثنائية الشعبة أو عديدة الشعب، زي ما وضحت أثناء شرح. أربع صفات مميزة مهمة للنورات المحدودة بتختلف تماما عن الصفات المميزة للنورات غير المحدودة. نعود مرة أخرى لاستكمال شرح النورات، ونذكر بأهم المعلومات اللي عرفناها من خلال شرح الجزء السابق. عرفنا من خلال الشرح ما هو المقصود بالنورة، وقلنا أن النورة هي عبارة عن مجموعة من الأزهار، زهرتين فأكثر، تتكون على محور خاص يعرف بمحور النورة أو شمراخ النورة، ركز. وعرفنا أن النورة بتكون عبارة عن جزئين، جزء بيحمل الأزهار بنسميه شمراخ النورة أو محور النورة، وقلنا أن الجزء ده بنحدده بداية من مكان خروج أول زهرة على النورة حتى آخر زهرة، والجزء الثاني هو عبارة عن حامل النورة بدانكل، وقلنا إن حامل النورة ده بيبقى الجزء الموجود أسفل محور النورة، يعني أسفل أول زهرة، وبيكون خالي من الأزهار. والنقطة دي مهمة جدا لأنها تساعدنا على وصف النورات وصف دقيق والتمييز بين أنواع النورات المختلفة، لأن لو ما كنتش عارف ما هو المقصود بمحور النورة مش هعرف أحدده، وبالتالي مش هعرف أحدد طبيعته إذا كان طويل ولا قصير، متشحم أم غير متشحم. ثم تناولنا أهم الأسس اللي بيتم بناء عليها تصنيف النورات واستعرضناها، ثم قسمنا النورات إلى قسمين كبيرين هما النورات غير المحدودة والنورات المحدودة، وشرحنا كل قسم من هذه الأقسام وقلنا إيه أهم الصفات التي تميزه. هنبدأ الآن في التعرف على أهم أنواع النورات، وهنبدأ بأنواع النورات غير المحدودة. لكن قبل ما استعرض أنواع النورات الغير محدودة، هذكر تاني بأهم الصفات التي تميز النورات غير المحدودة علشان تبقى حاضرة في أذهاننا أثناء شرح أنواع هذه النورات، ونستطيع التعرف على أهم الصفات اللي بتميز كل نوع عن الآخر، وبالتالي أقدر أميز بين الأنواع المتشابهة اللي هي موضع أسئلة المقارنة وممكن تعمل التباس عند البعض، ونعرف أيضا إزاي نوصف كل نوع وصف نباتي دقيق ونرسمه بدقة بسهولة ويوصف. قلنا أن أهم الصفات اللي بتميز النورات
النورات غير المحدودة أن البرع الطرفي للمحور الأصلي للنورة بيستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، وبالتالي سموها نورات غير محدودة. يعني هو ده السبب إن سموها نورات غير محدودة، إن البرع الطرفي للمحور الأصلي للنورة بيستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف. النقطة الثانية، قلنا إن محور النورة بالكامل بينشأ كله من نمو برعم واحد فقط، هو البرعم الطرفي للمحور الأصلي للنورة، وعلشان كده بيطلقوا على النورات دي اصطلاح نورات صادقة المحور، يعني محورها كله نشأ من المنشئ الأصلي له وهو البرعم الطرفي للمحور الأصلي. الميزة الثالثة للنورات غير المحدودة، قلنا إن البرعم الطرفي للمحور الأصلي قد يكون نموه سريع فيكون محور طويل، يعني يصبح محور النورة طويل، وفي بعض النورات قد يكون نموه بطيء ينمو بطيء جدا فيكون محور قصير. ده معناه إن النورات غير المحدودة هيبقى فيه عندي منها نورات طويلة المحور أو طويلة الشمرات، ونورات قصيرة المحور أي قصيرة الشمرات. قلنا أيضا إن محور النورة غير المحدودة سواء كان طويل أو قصير ممكن يكون متشحن، يعني يبقى سميك ولحمي أو يكون غير متشحن. دي نقطة برضو مهمة هتساعدنا في وصف النورات أو التمييز بين أنواع النورات المختلفة. الميزة الخامسة في النورات غير المحدودة هي أن محور النورة أثناء نموه قد تنشأ عليه إما أزهار أو أفرع زهرية في نظام تعاقب قمي. عرفنا يعني ايه نظام تعاقب قمي؟ يعني اكبر الازهار او الافرع الزهريه اللي بتتكون على المحور الاصلي للنوره بتكون جهه القاعده، واصغرها بيكون جهه القمه. يعني الازهار او الافرع الزهريه اللي بتتكون على المحور الاصلي بتكون متدرجه في الصغر من القاعده نحو قمه المحور. مش دي النقطه المهمه اللي انا عايز اركز عليها هنا، النقطه المهمه هي ان محور النوره اثناء نموه قد تنشا عليه اما ازهار او افرع زهريه. فزلقينا ان المحور الأصلي للنورة بتنشأ عليه مباشرة أزهار، يعني الأزهار هنا محمولة على المحور الأصلي للنورة مباشرة زي الرسم اللي موجود أمامي هنا، بتبقى النورة غير المحدودة في الحالة دي نورة بسيطة. أما زلقينا المحور الأصلي للنورة زي ما واضح في الرسم والصورة اللي أمامي هنا دول، بيتفرع أثناء نموه إلى أفرع جانبية، والأزهار بتحمل على الأفرع الجانبية وليس على المحور الأصلي، بتبقى النورة غير المحدودة في الحالة دي نورة مركبة. ليه؟ لأن المحور الأصلي للنورة أثناء نموه اتفرع إلى أفرع جانبية، والأفرع الجانبية هي اللي نشأت عليها الأزهار، كل فرع بيحمل أكتر من زهرتين، يبقى الفرع عبارة عن نورة بسيطة، تمام؟ وفي الحالة دي بنلاقي إن المحور الأصلي للنورة لا يحمل أزهار، وإنما يحمل مجموعة من النورات البسيطة، هي عبارة عن أفرع نشأت منه، فبنطلق على النورة في الحالة دي نورة مركبة، لأنها تكونت من محور أصلي يحمل عدد من النورات البسيطة. تمام كده، فاضل لسه نقطة عايز أشير ليها، هي نقطة بسيطة لكنها مهمة جدا في التمييز بين أنواع النورات زي ما هنشوف أثناء شرحنا لأنواع النورات، وهي أن محور النورة غير المحدودة قد يحمل أزهار معنقة أو أزهار جالسة. أزهار معنقة لا عنق، الأزهار الجالسة اللي هي بيكون عديمة العنق. ممكن أيضا أن يحمل أزهار ثنائية الجنس اللي هي الأزهار الخنثى اللي فيها أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث، أو يحمل أزهار أحادية الجنس اللي هي بيكون إما مذكرة أو مؤنثة، ودي نقطة زي ما هنشوف ان هي مهمة في التمييز بين بعض انواع النورات. كده بقى نبدأ في سرد انواع النورات. فبنقول الاول نقسم النورات الى نورات غير محدودة ونورات محدودة، وعرفنا الصفات اللي بتميز كل نوع في الاثنين. نمسك النورات غير المحدودة ونقسمها الى نورات بسيطة ونورات مركبة. النورات البسيطة قلنا هي النورات التي تحمل فيها الازهار مباشرة على محور النورة زي الرسم اللي انا بشاور عليه هنا ده، والنورات المركبة هي النورات التي تحمل فيها الأزهار على الأفرع الجانبية للمحور الرئيسي للنورة. يعني المحور الرئيسي للنورة بيكون متفرع إلى أفرع جانبية، وكل فرع جانبي بيكون عبارة عن نورة بسيطة، فبنطلق على النورة كلها في الحالة دي نورة غير محدودة مركبة. وهنبدأ نمسك النورات غير المحدودة البسيطة ونشرح الأنواع اللي بتتبعها ونشوف الصفات اللي بتميز كل نوع وإزاي نوصفه وصف نباتي دقيق ونرسمه رسم دقيق طريقة مبسطة. أول نوع عندي في النورات غير المحدودة البسيطة هناخده هو النورة العنقودية، وأنا جايب هنا صور ورسومات بتوضح تركيب النورة العنقودية. يعني عندي هنا صورتين لنورة عنقودية من نباتين مختلفين، وجايب رسمتين هنا، إحداهما رسم تخطيطي مبسط وهو ده اللي بيطلب منك تعمله وعرفك تعمله إزاي، والأخرى رسم ثلاثي الأبعاد علشان يحاكي تركيب النورة العنقودية ونشرح عليه. لكن أنا هنا مش هشرح شرح تقليدي، بمعنى إن أنا أمسك كل نوع من
النورات، اقول لك اسم النوره وايه هي الصفات اللي بتميزها والوصف، واوريك صور ورسومات وخلاص وانت تحفظ، لان غالبا اذا اعتمدت على الحفظ بعد فتره هتنسى او يحصل التباس في المعلومات وما تعرفش تميز بين انواع النورات المختلفه. لكن انا عايز ادربك ازاي تستفيد من المعلومات الاساسيه اللي انا شرحتها لك في الجزء السابق وطبق عمليا، بانك تعتمد على نفسك في انك تتعامل مع اي نوع من النورات يتعرض عليك ويطلب منك ان انت تحدد الصفات المميزه اللي بتميزه وتوصفه وصف نباتي دقيق وترسمه رسم دقيق. وهطبق لك الكلام ده بنفسي على نوع او اتنين من النورات اللي انا هشرحها عشان اعرفك ان العمليه سهله وبسيطه. وبفرض ان انا جات لي نوره من النورات اللي معروضه امامي هنا، هي صور لنورات عنقوديه، لما جيلي نوره من دي بيطلب مني ايه؟ بيطلب مني ان انا اوصفها وصف نباتي دقيق واحدد نوعها وارسمها رسم علمي يتفق مع تركيبها. ازاي يحصل الكلام ده؟ هعرفك هتعامل معاها ازاي. بنظر على النوره ونفرض ان النوره اللي جات لي هي نوره زي النوره اللي انا بشاور عليها بالمؤشر. اول حاجه احددها في الصفات المميزه للنوره هي ان انا احدد اذا كانت النوره محدوده ام غير محدوده. طيب الكلام ده هنعمله ازاي؟ باننا نحدد اولا محور النوره. انا عرفت ان النوره بتتكون من جزئين، جزء بيكون حامل للازهار زي ما انا شايف على الرسم اللي موجود امامي هنا كده، وده بنسميه محور النوره، وجزء تاني اسفل منه بيكون خالي من الازهار بنسميه حامل النوره. وقلنا بنحدد محور النوره بانه بيبدا من مكان خروج اول زهره في النوره وينتهي عند قمه المحور، يعني ينتهي عند اخر زهره. اهميه ان انا احدد محور النوره ايه؟ هتفيدني في تحديد الكثير من الصفات المميزه للنوره زي ما نشوف الان. فبعد ما بحدد محور النوره ببدا افحصه علشان اعرف طبيعه نموه، وهل تكون من برعم واحد فقط ام من اكثر من برعم. فبفحص المحور اللي موجود امامي بلاحظ ان المحور طويل ماشي عليه بالمؤشر اهو، انتهى في طرفه ببرعم طرفي او بزهره، يعني ممكن يكون لسه برعم وبيستمر في النمو فيسبب زياده المحور في الطول او يكون تحول الى زهره. ده معناه ان المحور ده كله نشا من برعم واحد فقط، اي انه محور صادق، وده من اهم الصفات المميزه للنورات غير المحدوده، لان قلنا النورات غير المحدوده بتتميز بان محورها الاصلي كله بينشأ من نمو برعم واحد فقط هو البرعم الطرفي للمحور الأصلي. في حاجة تانية بتأكد لي إن النورة دي نورة غير محدودة، وهي إن لما أمشي مع المحور ألاقي المحور طويل وانتهى في طرفه بالبرعم الطرفي اللي ممكن يكون تحول إلى زهرة، وده بيعني إن البرعم الطرفي للمحور ده استمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، وباستمرار نموه كون محور طويل اتكونت عليه الأزهار في نظام تعاقب قمي، ودي من أهم الصفات اللي بتميز النورات غير محدودة، إن البرعم الطرفي للمحور الأصلي بيستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، يعني ما بيحددش نمو المحور، وبنموه بيعطي الأزهار في نظام تعاقب قمي. يبقى كده عرفنا من خلال تحديدنا لمحور النورة وفحص المحور إن النورة دي نورة غير محدودة. مطلوب مني إيه تاني أحدده في الصفات المميزة للنورة علشان أقدر أوصفها؟ نحدد إذا كانت النورة بسيطة أم مركبة. قلنا النورة البسيطة بتنشأ فيها الأزهار على المحور الأصلي للنورة مباشرة، يعني بتكون الأزهار محمولة على المحور الأصلي للنورة. أما في حالة النورة المركبة فالمحور الأصلي بيتفرع إلى أفرع جانبية، والأفرع الجانبية هي اللي بتنشأ عليها الأزهار، وبتبقى الأفرع عبارة عن نورات بسيطة، فالنورة كلها بنسميها نورة مركبة. نبص هنا نلاحظ إن الأزهار نشأت مباشرة على المحور الأصلي، يبقى النورة دي نورة بسيطة، حددناها هنا يا نورة بسيطة. مطلوب إيه تاني؟ مطلوب تحدد طول المحور اللي هو شمراخ النورة، هل هو طويل أم قصير؟ طبعا واضح عندي إن محور النورة طويل، يبقى النورة طويلة الشمراخ. بعد ما حدد الطول بتاع المحور أو الشمراخ أشوف بقى إذا كان الشمراخ متشحم أم غير متشحم. متشحم يعني يبقى سميك ولحمي، هنا المحور عندي غير متشحم، محور بلاحظ أهو إن هو رفيع أو قاعدته بتكون عريضة قليلا وبيقل سمكه تدريجيا نحو القمة، ودي نقطة مهمة جدا رعاية في الرسم. يبقى المحور هنا بيكون محور غير متشحم، يعني الشمراخ بتاع النورة غير متشحم، الشمراخ اللي هو محور النورة. بعد كده حدد ايه من الصفات المميزة للنورة؟ احدد اذا كانت الازهار اللي بيحملها المحور معنقة ام جالسة. واضح عندي طبعا ان الازهار اللي بيحملها المحور ازهار معنقة، يبقى نقول بتحمل ازهار معنقة. طيب ايه اللي حدده بعد كده؟ طالما ان محور النورة بيحمل ازهار معنقة يبقى حدد بقى هل اعناق الازهار المتتالية متساوية الطول ام مختلفة الاطوال. وما نقول اعناق الازهار المتتالية ده معناه ان انا اقارن طول العنق في كل زهرتين متتاليتين، يعني اقارن طول العنق في الزهره الاولى مع الزهره الثانيه، والزهره الثانيه مع الزهره الثالثه، والثالثه مع الرابعه، وهكذا اشوف
بنشوف أطوال أعناق الأزهار المتتالية بتكون متقاربة متساوية الطول تقريبا أم مختلفة. فلما أنظر هنا هلاحظ أن كل زهرتين متتاليتين أعناقهم بتكون متقاربة جدا، يعني متساوية الطول تقريبا. ده ليه؟ لأن البرع من طرف المحور هو بينمو بيسبب زيادة في الطول، وتنشأ الأزهار بالتتابع على فترات زمنية متتالية. فبتكون الزهرة الأولى، بعدها فترة بسيطة الزهرة الثانية، ثم بعدها فترة بسيطة الزهرة الثالثة، فبتبقى أعناق الأزهار المتتالية متساوية الطول تقريبا. لكن بيبقى في فرق واضح في طول العنق وحجم الزهرة أيضا بين الأزهار السفلية والأزهار اللي بتوجد في طلب النور. يبقى هنا عرف إن أعناق الأزهار المتتالية أي عنق كل زهرتين متتاليتين بيكون متساوي طول تقريبا. كده أعناق الأزهار المتتالية متساوي الطول تقريبا، دي أهم الصفات اللي بتميز النورة اللي موجودة أمامي. طيب يبقى ما اسم النورة اللي بتجمع هذه الصفات؟ النورة اللي بتجمع هذه الصفات بنسميها نورة عنقودية. تمام كده، شوف أنا إزاي اتعاملت مع النورة اللي أمامي وقدرت أطلع منها الصفات اللي بتميزها، ومن خلالها أقدر أحدد نوع النورة بأنها نورة عنقودية. طب هنوصف النورة إزاي يا دكتور؟ هنوصفها بمنتهى البساطة، وصف بسيط. طالما طلعت الصفات دي حددت في البداية النورة إذا كانت محدودة ولا غير محدودة، بعدها بحدد إذا كانت بسيطة أم مركبة، ثم أحدد طول الشمراخ، وبعد ما أحدد طول الشمراخ أشوف الشمراخ متشحم ولا غير متشحم، بعد كده أشوف الأزهار اللي بتحملها النورة معنقة أم جالسة، وإذا كانت معنقة بحدد ما إذا كانت أعناق الأزهار المتتالية متساوية الطول تقريبا أم مختلفة الأطوال. فإذا كانت متساوية الطول تقريبا يبقى النورة اللي أمامي دي نورة عنقودية. بوصفها بإن أنا برتب الصفات اللي أنا جمعتها دي وأكتبها بجوار بعضها زي ما نشوف أمامي الآن. بنبدأ الوصف بنقول النورة غير محدودة، بسيطة، طويلة الشمراخ، الشمراخ غير متشحن، بتحمل أزهار معنقة وأعناق الأزهار المتتالية متساوية الطول تقريبا، وزي ما قلت النورة اللي بتجمع هذه الصفات بنسميها نورة عنقودية. بعد كده بنكمل الوصف بتاعنا بعمل رسم تخطيطي مبسط بيكون محاكي للنورة، أي بيعبر عن شكل وتركيب النورة. وتهتم بالرسم لأن الرسم بيبقى عليه جزء كبير من الدرجة بتاعت السؤال، ما تاخدوش على إنه حاجة بسيطة ما بيبقاش عليها درجة وبيبقى عليها درجة بسيطة، لا ده ممكن يكون عليه أكتر من نص الدرجة بتاعت السؤال، فتهتم بيه، وخصوصا إن هو رسم تخطيطي بسيط جدا، لكن مطلوب منك تفهم الرسم ده بيتعمل إزاي عشان تعمله بطريقة علمية صحيحة. وهكبر لك الرسم عشان أوضح لك بنعمله إزاي. بنبدأ أولا برسم محور النورة زي ما أنا شايف أمامي كده، برسم محور النورة الأول بحيث يكون محاكي للمحور بتاع النورة اللي أنا بوصفها. فأنا شفت المحور في النورة اللي أنا بوصفها بيكون رفيع، يعني مش متشحن، بس قاعدته بتبقى عريضة وبيقل في السمك تدريجيا نحو القمة بالشكل اللي أنا شايفه ده. دي الطريقة الصحيحة لرسم محور النورة الطويل غير المتشحن زي محور النورة العنقودية اللي أنا شفتها. محدش يرسم المحور بالشكل ده أو بالشكل ده لأن الاتنين خطأ، والشكلين اللي أنا بعرضهم عليكم دول ما هماش من وحي خيالي، ولكن شفتهم في الامتحانات كتير كتير من الطلبة بيرسم المحور إما بالشكل ده أو بالشكل ده، وده رسم خطأ وبيضيع لنفسه درجة السؤال. الطريقة الصحيحة إن يكون المحور اللي أنا برسمه محاكي تماما لمحور النورة اللي أنا بوصفها، بيكون عريض عند القاعدة، يعني سم كبير شوية عند القاعدة وبيقل بالتدريج نحو القمة بالطريقة اللي أنا عاملها في الرسم. بعد كده ببدأ أرسم عليه الأزهار رسومات تخطيطية بس تكون معبرة عن الأزهار بتاعة النورة. بمعنى إيه معبرة؟ إن الأزهار بتكون متدرجة في حجمها وعمرها نحو القمة، يعني أكبرها موجود عند القاعدة وأصغرها موجود عند القمة. أعمل الكلام ده إزاي؟ أولا بنرسم عنق الزهرة على هيئة خط زي ما أنا شايف كده، وفي نهايته برسم الزهرة على هيئة دايرة. الدايرة دي بترمز للزهرة، بس لما أجي أرسم الزهرة اللي بعد منها، إحنا قلنا إن أعناق الأزهار المتتالية بتكون متساوية تقريبا، يعني عنق الزهرة الثانية بيكون مساوي تقريبا لعنق الزهرة الأولى. ده مش معناه إن أنا أرسم عنق الزهرة الثانية يكون مساوي تماما لعنق الزهرة الأولى، وإنما أقلله بقدر بسيط بحيث الفرق في الطول ما بين عنق الزهرة الثانية وعنق الزهرة الأولى ما يبقاش واضح قوي. الزهرة الثالثة أقلل العنق بتاعها بعض الشيء عن عنق الزهرة الثانية، وهكذا، بحيث لما أجي أقارن عنق الزهرة الأولى والثانية ألاقيه متقارب. عنق الزهرة الثانية أقل من الأولى بحاجة بسيطة، والثالثة أقل من الثانية بحاجة بسيطة، لكن بيبقى في النهاية في عندي فرق واضح لطول عنق الزهرة بين الأزهار السفلية، يعني بين الزهرة الأولى والزهرة الأخيرة اللي موجودة في النورة. نفس الكلام أعمله بالنسبة للأزهار. أنا قلت الزهرة بنرمز لها بدايرة بسيطة كده، بس أخلي الدايرة كبيرة بالنسبة للزهرة الأولى، الزهرة الثانية أصغر الدايرة شوية، والزهرة الثالثة أصغرها شوية عن الزهرة الثانية، وهكذا.
كذا، بحيث ان انا اوضح ان الازهار مرتبه على المحور في نظام تعاقب قمي. كده يبقى انا رسمت رسم مظبوط، ولما انا اجي ابص على الرسم اقول الطالب ده فاهم فعلا، لان رسم تخطيطي بيعبر عن تركيز النوره العنقوديه بالفعل، وضح لي ان هي نوره غير محدوده، محورها طويل بينتهي ببرع طرفي، والمحور غير متشحم لكن سمكه بيقل بالتدريج من القاعده نحو القمه. ورسم الازهار في نظام تعاقب قمي وضح ان حجم الازهار بيتناقص تدريجيا من قاعده المحور نحو القمه، وايضا وضح ان الفرق في طول العنق بيكون واضح بين الزهره الاولى والاخيره، لكن طول العنق في كل زوج من الازهار المتتاليه على المحور بيكون متساوي تقريبا، ودي الصفات اللي هي بتميز النوره العنقوديه. نتعرف الآن على نوع آخر من النورات غير المحدودة، وهتعامل معاه بنفس الطريقة اللي تعاملت بيها مع النورة السابقة علشان أثبت لك بذهنك كيفية التعامل مع أي نورة بتتعرض عليك ويطلب منك أن أنت تتعرف عليها وتوصفها وصف نباتي. وجايبنا هنا صورتين لهذا النوع من النورات من نباتين مختلفين زي ما أنا شايف أمامي هنا، وهتعامل معهم زي ما قلت بنفس الطريقة اللي تعاملت بها مع النورة السابقة عشان أحدد الصفات اللي بتميزها وأوصفها وصف نباتي دقيق. قلنا في البداية بنحدد محور النورة وحامل النورة، ده أهميته إيه؟ له أهمية كبيرة في أن أنا أحدد كثير من الصفات اللي بتميز النورة. فقلنا أن محور النورة هو الجزء الذي يحمل الأزهار، أما حامل النورة هو الجزء الذي يوجد أسفل محور النورة ويكون خالي من الأزهار. طيب احدد محور النوره ازاي؟ بحدده من مكان خروج اول زهره في النوره اللي انا بشاور عليه بالمؤشر دي حتى اخر زهره في النوره، ده محور النوره ده كله. اما حامل النوره فهو الجزء اللي موجود اسفل اول زهره ويكون خالي من الازهار اللي انا بشاور عليه بالمؤشر ده. يبقى انا حددت المحور ولاحظت ان محور النوره طويل وموجود في نهايته برعم طرفي، البرعم الطرفي ده ممكن يبقى لسه موجود في حاله برعم لو النوره لسه بتستمر في النمو او يتحول الى زهره اذا اكتمل تكوين النورة. لكن الخلاصة ان انا لما حدد محور النورة ولاحظ ان المحور طويل وموجود في قمته برعم او زهرة، اعرف ان الزهرة دي نشأ من برعم، ما الازهار بتنشأ من برعم، يبقى المحور كان موجود في طرفه برعم وما اكتمل تكوين النورة تحول لزهرة. ده معناه ايه؟ ان المحور الطويل ده كله نشأ من برعم واحد فقط هو البرعم الطرفي للمحور، اي ان المحور صادق. فما النورة تكون صادقة المحور تبقى نورة غير محدودة، لأن النورات غير محدودة قلت من أهم مميزاتها أنها صادقة المحور، يعني المحور بتاع النورة بينشأ كله من برعم واحد فقط هو البرعم الطرفي. في حاجة تانية تأكد لي أن النورة دي غير محدودة، أن محورها الطويل ده كله نشأ من نمو برعم واحد اللي هو البرعم الطرفي بتاع المحور، وده بيعني أن البرعم الطرفي للمحور بيستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، وبنموه بيكون محور النورة الطويل اللي بتتكشف عليه الأزهار بالتتابع زي ما أنا شايف كده، تبقى مرتبة في نظام تعاقب قمي. ودي من صفات النورات غير المحدودة، ان البرعم الطرفي للمحور بيستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، يعني ما بيحددش نمو المحور، وبنموه بيعطي الازهار بالتتابع، فبيكون مرتبة في نظام تعاقب قمي، اي اكبرها حجما وعمرا بيوجد عند قاعدة المحور واصغرها عمرا بيوجد عند القمة. الازهار بتبقى متدرجة في الصغر من حيث الحجم والعمر من قاعدة المحور بتاع النورة حتى قمته. يبقى كده انا حددت ان النورة غير محدودة. ايه تاني مطلوب مني ان انا احدده؟ احدد اذا كانت بسيطة ام مركبة. وقلنا ان النورة غير المحدودة البسيطة بتنشأ فيها الازهار على محور النورة مباشرة، يعني الازهار بتبقى محمولة على محور النورة. اما النورة غير المحدودة المركبة محورها الاصلي بيكون متفرع والازهار بتحمل على الافرع، فبتبقى نورة مركبة. هنا انا شايف ان الازهار محمولة على محور النورة مباشرة، تمام، وفي الصورة التانية الازهار محمولة على محور النورة، يبقى النورة هنا نورة بسيطة. دي صفة تانية مهمة حددتها. الصفة التالتة اللي أنا مطلوب مني أحددها إيه؟ هو طول المحور، المحور طويل ولا قصير؟ طبعا واضح عندي إن المحور طويل، يعني النورة طويلة الشمراخ. مطلوب مني أحدد بقى إذا كان الشمراخ متشحم أو غير متشحم، يعني أشوف الشمراخ بيكون سميك ولحمي غاض كده ده يبقى متشحم، إنما لو لقيته جاف وجامد حتى لو سميك شوية يبقى غير متشحم. فمحور النورة في النورة اللي أنا بشاور عليها بالمؤشر هنا ماهوش واضح أمامي. ليه؟ لأن الأزهار
متكونه باعداد كبيره عليه كثيفه فمغطيه مش واضح عندي. في الحاله دي لما اكون في امتحان وجاي لك نموذج زي ده عشان تحدد طبيعه المحور، تشيل عدد من الازهار اللي موجوده على المحور علشان تشوف طبيعته ايه، فبلاقيه بيكون سميك بعض الشيء لكن جاف ماهوش لحم، فهنا المحور يبقى غير متشحن. بالنوره الثانيه الموضوع ممكن يكون سهل بالنسبه لي لان انا شايف جزء من المحور عالي في القمه هنا فوق وواضح ان هو سميك بعض الشيء لكن بيكون جاف ماهوش متشحن، فمحور النوره كده غير متشحن. مطلوب مني بعد كده احدد اذا كانت الازهار اللي بيحملها المحور معنقه ام جالسه يعني ملهاش عنق، فانا ملاحظ هنا ان الازهار اللي بيحملها المحور ازهار جالسه ليس لها عنق، تمام؟ يبقى هنا هقول الازهار جالسه ومرتبه في تعاقب قمي زي ما قلت. النوره كده بتشبه الى حد كبير النوره العنقوديه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، بتشبهها من حيث ان هي نوره غير محدوده بسيطه طويله الشمراغ، الشمراغ غير متشحن ما بتختلفش عنها غير بصفه واحده هي ان الازهار اللي بيحملها المحور ازهار جالسه ليست معنقه. يبقى ينفع اقول عليها نوره عنقوديه؟ لا، ده نوع تاني من النورات يسمى بالنورات السنبليه، يعني النوره اللي عندي دي نوره سنبليه وتشبه في صفاتها النوره العنقوديه ما عدا صفه واحده وهي ان الازهار التي تحملها النوره بتكون ازهار جالسه. ده معناه ان حاجه زي كده ممكن يجيب لي سؤال فيها يقول لي مثلا وضح بالرسم اوجه الشبه والاختلاف بين النوره العنقوديه والنوره السنبليه، او يقول لي قارن مستعينا بالرسم بين النوره العنقوديه والنوره السنبليه. اعمل ايه انا ايه بقى في حاجه زي كده؟ هروح راسم له رسم تخطيطي مبسط يوضح تركيب النوره العنقوديه ورسم تخطيطي اخر زي اللي انا شايفه امامي هنا بيوضح تركيب النوره السنبليه، واعمل له جدول كده واكتب له فيه اوجه الشبه واوجه الاختلاف. اوجه الشبه هقول فيها ايه؟ ان كلا النوعين من النورات اللي هي العنقوديه والسنبليه تتشابه في كونهما نورات غير محدوده بسيطه طويله الشمراغ والشمراغ غير متشحم وتحمل الازهار في نظام تعاقب قمي. اوجه الاختلاف تتمثل في ان النوره العنقوديه تحمل ازهار معنقه اما النوره السنبليه تحمل ازهار جالسه. كده بقى سهل ان احنا نوصف النوره وصف نباتي دقيق. ازاي؟ الصفات المميزه اللي انا طلعتها دي برتبها جنب بعضها وهو ده الوصف بتاع النوره، فبقول نوره غير محدوده بسيطه طويله الشمراغ، الشمراغ غير متشحم وتحمل ازهار جالسه، بين قوسين اسم النوره نوره سنبليه. وبالنسبه للرسم بتاع النوره السنبليه انا جايب لك هنا رسمتين ودي رسومات تخطيطيه بتوضح لي ازاي ارسم النوره السنبليه. برسم المحور طويل بالشكل اللي انا شايفه امامي هنا، وزي ما وضحت وانا بتكلم عن النوره العنقوديه المحور بيكون عريض عند قاعدته وعريض بشكل مناسب، لازم يبقى فيه نسبه وتناسب اراعيهم وانا برسم، ما يبقاش يعني القاعده عريضه او ترسمه لي زي مثلث او هرم زي ما وضحت في الشريحه السابقه، لا عريضه بدرجه معقوله وبيقل سمكه تدريجيا نحو القمه، وبعد كده ارسم عليه القنابات بالشكل اللي انا شايفه ده. الاجزاء دي بنسميها القنابات بترمز للورقه اللي بتنشا في ايدتها الزهره، زي ما نلاحظ هنا في الصوره اللي انا عارضها لك ان كل زهره بتنشا في ايدت ورقه، الورقه دي بنسميها قنابه، فهنا برسم القنابات بالشكل ده في الرسم التخطيطي اللي انا بعمله، وفي الزاويه المحصوره بين القنابه والمحور برسم دايره بترمز للزهره وراعي التدرج في حجم الازهار، زي ما انا شايف هنا في الصوره اللي امامي الازهار اللي عند القاعده بتكون كبيره الحجم وبيقل حجمها تدريجيا كلما اتجهنا الى اعلى، وبالتالي لما اجي ارسم اراعي الكلام ده في الرسم. الدايره اللي انا برسمها ترمز للزهره تكون كبيره بالنسبه لاول زهره، وبعدين اللي بعدها اقللها شويه، واللي بعدها اقلل 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 لحد ما اصل الى قمه المحور، علشان ده بيوضح ان الازهار بتبقى موجوده في نظام تعاقب قمي. ننتقل للتعرف على نوع ثالث من النورات غير المحدوده، وهبدا اشرح بسرعه معلش علشان الوقت لسه قدامنا نورات كتير، بس اعتقد ان العمليه اصبحت واضحه ومفهومه بالنسبه لكم دلوقتي. ببدا اولا بتحديد محور النوره وحامل النوره، وقلت محور النوره هو الجزء الذي يحمل الازهار، بحدد بدايته بدايه من مكان خروج اول زهره في النوره اللي هو الجزء ده ونهايته عند اخر زهره. الجزء الحامل للازهار ده بنسميه محور النوره، اما الجزء اللي بيوجد اسفل اول زهره وبيكون خالي من الازهار اللي انا بشاور عليه بالمؤشر ده فده حامل النوره. محور النوره لما امشي معاه كده الاقيه محور طويل وموجود في نهايته اما برعم طرفي او الاقي البرعم تحول الى زهره. طبعا بلاقي البرعم الطرفي موجود في حاله ما اذا كان المحور مازال مستمر في النمو وما اكتملش تكوين النوره لسه، يعني لسه مستمر في النمو ويكون ازهار. اما في حاله ما اذا كان المحور اكتمل نموه فالبرعم الطرفي بتاعه بيتحول الى زهره. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان المحور بتاع النوره
النورة ده اللي موجود في نهايته برعم أو زهرة ناتجة عن تحول البرعم، نشأ كله من نمو برعم واحد فقط هو البرعم الطرفي للمحور الأصلي، تبقى دي نورة صادقة المحور. قلت النورة صادقة المحور هي النورة غير المحدودة، لأن من أهم صفاتها إن محورها بينشأ كله من نمو برعم واحد هو البرعم الطرفي للمحور الأصلي. الدليل الثاني على إنها نورة غير محدودة إن البرعم الطرفي أثناء نموه بيسبب زيادة المحور في الطول، وفي نفس الوقت يتكشف على المحور أزهار بالتتابع، أي تصبح مرتبة في نظام تعاقب قمة زي ما وضحت قبل كده، وده من مميزات النورة غير المحدودة. يبقى أنا كده اتأكدت إن النورة اللي عندي نورة غير محدودة. بعد كده مطلوب مني أحدد إذا كانت بسيطة ولا مركبة. فواضح عندي إن النورة نورة بسيطة، لأن الأزهار بتاعة النورة نشأت مباشرة على المحور الأصلي للنورة، يبقى النورة كده نورة بسيطة. بعد كده بحدد إذا كان محور النورة أي الشمراخ طويل أم قصير، فواضح طبعا إن الشمراخ طويل بنقول النورة طويلة الشمراخ. وبعدين بعد كده حدد طبيعة الشمراخ، اللي هو متشحم ولا غير متشحم، واضح إن هو غير متشحم. لو بصيت على الصورة هنا بلاحظ إن محور النورة سميك بعض الشيء إلا إنه بيكون جامد، فبيبقى غير متشحم. أما لو لقيته مكتظ لحمي وطري كده فبقول عليه متشحم. هو هنا سميك بعض الشيء بس غير متشحم، فبنقول الشمراخ غير متشحم. بعد كده أبص على الأزهار وأشوفها معنقة ولا جالسة، بلاقي إن الأزهار معنقة. الله، ده كده النورة شبيهة لحد الآن بالنورة العنقودية، لأنها نورة غير محدودة بسيطة طويلة الشمراخ، الشمراخ المتشحم، والأزهار معنقة وموجودة في تعاقب قمي، يعني أكبر الأزهار حجما وعمرا اللي بتنشأ عند قاعدة المحور، وأصغرها حجما وعمرا اللي بتنشأ في قمة المحور. طب أمال إيه الاختلاف ما بينهم؟ الشاطر بقى هنا اللي هو اللي هيقول الاختلاف بين النورة اللي موجودة أمامي دي والنورة العنقودية. أيوه، برافو عليك. الاختلاف يتمثل في طول أعناق الأزهار. فالنورة العنقودية زي ما قلنا قبل كده بتتميز بأن أعناق الأزهار المتتالية بتكون متساوية الطول تقريبا، يعني لما قارن طول العنق في زهرتين متتاليتين، الزهرة الأولى والتانية أو التانية والتالتة، بلاقي طول العنق متساوي تقريبا في الزهرتين، لكن بيكون في اختلاف واضح في طول العنق ما بين الأزهار السفلية والأزهار اللي موجودة في قمة محور النورة. أما في النورة اللي موجودة أمامي فبلاقي أعناق الأزهار المتتالية تتناقص تدريجيا بحيث تصبح الأزهار في مستوى واحد تقريبا وتشبه المشط، وعلشان كده بيسموها نورة مشطية. يبقى لو جاب لي سؤال يقول لي قارن مستعينا بالرسم بين النورة العنقودية والنورة المشطية، هجاوب بنفس الطريقة اللي قلت لك عليها قبل كده. هروح راسم رسم تخطيطي مبسط يوضح تركيب النورة العنقودية واكتب عليه البيانات، ورسم تخطيطي اخر زي اللي موجود امامي هنا يوضح شكل وتركيب النورة المشطية واكتب عليه البيانات، واعمل جدول واقول له اوجه الشبه تتمثل في ان كل من النورة العنقودية والنورة المشطية يتشابهان في كونهما نورات غير محدودة بسيطة طويلة الشمراخ، الشمراخ غير متشحم ويحمل أزهار معنقة في نظام تعاقب قمي. أما أوجه الاختلاف تتمثل في أن النورة العنقودية تكون فيها أعناق الأزهار المتتالية متساوية تقريبا، لكن يكون هناك اختلاف واضح في طول العنق بين الأزهار السفلية والأزهار الموجودة في قمة المحور. أما في النورة العنقودية فأعناق الأزهار تتناقص تدريجيا بحيث تنتظم الأزهار في مستوى واحد عند قمة المحور بشكل يشبه المشط. أظن العملية كده واضحة وبسيطة. طب نوصف النورة المشطية ازاي؟ بنفس الطريقة اللي قلت لك عليه. الصفات المميزة اللي احنا جمعناها دي نرتبها جنب بعضها ونقول نورة غير محدودة بسيطة طويلة الشمراخ، الشمراخ غير متشحم، يحمل أزهار معنقة، وأعناق الأزهار المتتالية تتناقص أطوالها تدريجيا بحيث تنتظم الأزهار في مستوى واحد تقريبا، وبين قوسين أكتب اسم النورة نورة مشطية. في الرسم برسم محور النورة بالشكل اللي واضح أمامي هنا وبنفس الطريقة اللي قلت عليها قبل كده في النورتين السابقتين، وبعدين ابدا ارسم عليه الازهار. كل زهره برسم عند مكان خروج على المحور ورقه بتمثل القنابه بالشكل اللي موجود امامي هنا، واخرج من ابطها الزهره، برسم عنق الزهره الاولى طويل الى ان يصل الى قمه المحور، وارسم في نهايته الزهره، وبعد كده اسيب مسافه على المحور وارسم الزهره الثانيه، ارسم الاول القنابه وبعدين اخرج من ابطها عنق الزهره وامشيه لحد ما يصل الى مستوى قمه المحور واروح راسم عليه الزهر، بس اصغر حجم الزهره الثانية شوية عن الأولى، ونفس الكلام بالنسبة للزهرة الثالثة والرابعة والخامسة بحيث أخلي الأزهار كلها في مستوى واحد.
نتعرف على نوع آخر من النورات غير المحدودة البسيطة، والنورة اللي ظهر أمامي كما هو واضح في الصورة قد يبدو شكلها غريب وممكن البعض يتخض منها، لكن أنا مش عايزك تتخض من أي نوع من النورات يجي لك وتعمل معها ببساطة زي ما أنا بقول لك. النورة هنا الغرابة فيها إيه؟ إن بلاحظ إن النورة بتكون مدلة لأسفل، يعني قمة محور النورة بيكون لأسفل وقاعدته بتكون لأعلى متصلة بالفرع الحامل للنورة. الحاجة التانية، مظهر النورة بيديني إيحاء بإن شمراخ النورة بيكون متشعب، هو في الحقيقة غير متشحم. أمال المظهر ده بينتج عن إيه؟ إن الأزهار بتتكون بأعداد كبيرة وبكثافة على المحور فبتغطيه تماما وتديني الإيحاء ده. فأنا في مثل هذه الحالة لما أجي أتعامل مع نورة زي دي بفرض النورة أمامي بمنتهى الهدوء وأزيل بعض الأزهار اللي موجودة على المحور علشان أكشف المحور وأقدر أحدد طبيعته. بس أنا عايزك تركز معايا هنا في حاجة واضحة أمامي في النورة دي. أولا بلاحظ إن النورة كلها مكسية بالأزهار، يعني مفيش عندي حامل للنورة، وانا قلت الحامل اللي هو الجزء القاعدي من النورة اللي بيكون خالي من الأزهار، اما محور النورة فهو الجزء اللي بيكون حامل للأزهار. فانا اللي انا شايفه عندي هنا ان في محور متغطي كله بالأزهار مفيش حامل، يبقى دي نورة جالسة لان ملهاش حامل. تمام. بلاحظ بقى في الرسمة اللي موجودة عندي هنا ان انا بعد ما بزيل بعض الأزهار اللي موجودة على المحور والمحور يكشف امامي كده ان بلاقي المحور غير متشحم زي ما انا قلت. طيب نطبق الكلام اللي احنا قلناه في طريقة التعامل مع النورات علشان نقدر نحدد صفاتها المميزة ونوصفها وصف دقيق. بلاحظ ان محور النورة بيكون طويل، وانا قلت طبعا بيبقى مدلل لأسفل، يعني قمته لأسفل وقاعدته لأعلى متصلة بالفرع الحامل له. فالمحور طويل ومتكون عليه الأزهار في نظام تعاقب قمي، يعني أكبر حجما وعمرا اللي هو جهة القاعدة المتصلة بالفرع الحامل له وأصغرها ناحية قمة محور النورة، وبينتهي المحور في طرفه بالبرعم الطرفي. يبقى إذن المحور ده كله نشأ من نمو برعم واحد هو البرعم الطرفي، فهي نورة صادقة المحور، أي نورة غير محدودة. بعد كده حدد بقى إذا كانت بسيطة ولا مركبة. هلاقي النورة هنا بسيطة لأن الأزهار فيها محمولة مباشرة على محور النورة، يبقى النورة بسيطة. طب بالنسبة لمحور النورة أو شمراخ النورة طويل أم قصير؟ لا طويل، يبقى نورة طويلة الشمراخ. الشمراخ متشحم ولا غير متشحم؟ غير متشحم. الأزهار اللي بيحملها الشمراخ معنقة أم جالسة؟ أزهار جالسة. كده النورة دي الصفات اللي أنا حددتها لحد الآن بتتطابق مع صفات النورة السنبلية. فهل هي نورة سنبلية ولا نوع تاني من النورات؟ لا، هي نوع تاني من النورات لأنها تختلف عن النورة السنبلية في صفتين مهمين. طيب الاختلاف بين النورتين بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في إن النورة السنبلية غالبا تحمل أزهار ثنائية الجنس، أي أزهار كنسة، أحيانا قد تحمل أزهار وحيدة الجنس. أما النورة اللي أمامي دي فدائما بتحمل أزهار وحيدة الجنس، أي أزهار إما أن تكون مذكرة أو مؤنثة. فبيبقى في نورات منها بتحمل أزهار مذكرة وفي نورات تانية بتحمل أزهار مؤنثة. واحد يقول لي تم كده ممكن يحصل تشابه، لأن أنت بتقول النورة السنبلية ممكن تحمل أزهار وحيدة الجنس. لا، في صفة تانية بتميز النورة اللي أمامي دي عن النورة السنبلية، وهي أن هذه النورة دائما بتكون مدلة لأسفل، يعني المحور دائما بتكون قمته لأسفل وقاعدته لأعلى متصلة بالفرع الحامل. دي صفة بتميز النورة دي. طيب هذا النوع من النورات بنسميه ايه؟ بنسميه نورة حرية. يبقى اذا انا ممكن يجي لي سؤال، طالما في تشابه كبير بين نوعين من النورات وبيختلفوا عن بعض في صفة او صفتين، يبقى ممكن يجيب لي سؤال مقارنة عشان يختبر قدرتي على التمييز بين النورات المتشابهة ويشوف اقدر اطلع الاختلافات بينهم ولا لا. فيقول لي قارن بين النورة السنبلية والنورة الحرية. هروح راسم رسم تخطيطي يوضح شكل وتركيب النورة السنبلية، ورسم اخر زي اللي موجود امامي هنا يوضح شكل وتركيب النورة الحرية، وهعمل جدول اكتب فيه اوجه التشابه ان كل من النورة السنبلية والنورة الحرية يتشابهان بانهما نورات غير محدودة بسيطة طويلة الشمراخ، الشمراخ غير متشحم ويحمل ازهار جالسة في نظام تعاقب قمي. اوجه الاختلاف تتمثل في ان النورة السنبلية غالبا تحمل ازهار ثنائية الجنس واحيانا ازهار واحدة الجنس، اما النورة الحرية دائما تحمل ازهار واحدة الجنس. الحاجة الثانية ان النورة السنبلية بتكون قائمة، اما النورة الحرية دائما بتكون مدلة لأسفل. طيب من حيث وصف النورة الحرية نوصفها
ازاي؟ ان انا الصفات المميزه اللي انا طلعتها دي ارتبها جنب بعضها كده في شكل جمله بوصف بها النوره، وبقول نوره غير محدوده، بسيطه، طويله الشمراخ، الشمراخ غير متشحم، يحمل ازهار جالسه وحيده الجنس، والنوره دائما مدلله لاسفل، وبين قوسين اكتب اسم النوره نوره حريه. ننتقل للتعرف على نوع آخر من النورات غير المحدودة البسيطة، وهنا ظهر لي نوع جديد بشكل غريب ممكن البعض يتخدع فيه ويقول عليه نورة محدودة، والبعض ممكن يقول نورة غير محدودة طويلة الشمراخ ظنا منه أن الجزء ده هو شمراخ النورة. لا، افتكر الكلام اللي أنا قلته كويس لما قلت لك أول حاجة نعملها لما نيجي نتعامل مع أي نورة أن احنا نحدد الأول محور النورة وحامل النورة، وقلت أن محور النورة هو فقط الجزء من النورة الذي يحمل الأزهار، اللي هو الجزء اللي أنا بشاور عليه بالمؤشر ده، هو ده اللي يتقال عليه محور النورة. تاني، محور النورة اللي بنسميه شمراخ النورة هو الجزء من النورة الذي يحمل الأزهار، الجزء فقط اللي بيحمل الأزهار، والجزء ده هو اللي بسميه شمراخ النورة. أما حامل النورة هو الجزء الذي يوجد أسفل محور النورة ويكون خالي من الأزهار، اللي هو الجزء اللي أنا بشاور عليه ده. يبقى إذن الجزء ده هو محور النورة، وواضح ان المحور او الشمراخ هنا قصير جدا. تمام؟ طيب، واحد يقول لي طب ليه ما تكونش نورة محدودة؟ ليه ما تكونش دي نورة محدودة وعديدة الشعب؟ لو دي نورة محدودة، افتكر اللي انا قلته في النورة المحدودة لما قلت ان البرعم الطرفي بيستمر في النمو لفترة بسيطة ثم يتوقف عن النمو بان يتحول الى زهرة، فينمو من اسفله برعم ابطي واحدة او اكتر. يعني دي لو نورة محدودة كنا هنلاقي موجود في قمة المحور القصير ده زهرة، ومن أسفل الزهرة دي يعني من على المحور هينمو فرع واحد أو أكتر ثم يتوقف نمو كل فرع منهم بتكوين زهرة. يعني استحالة كنا هنلاقي الأزهار دي في مستوى واحد، كنا هنلاقي المحور هنا بيحمل زهرة وناشئ من أسفله فرع واحد أو أكثر وكل فرع منهم بينتهي بزهرة. يبقى إذن دي ماهيش نورة محدودة، دي نورة غير محدودة بس قصيرة الشمراخ. إزاي يا دكتور نورة غير محدودة وقصيرة الشمراخ؟ هنا في حالة بعض النورات غير المحدودة بيكون نمو البرعم الطرفي للمحور الأصلي للنورة بطيء جدا، يعني نموه في الطول بيكون بطيء جدا، لكن بيكون معظم نشاطه موجه لإنتاج الأزهار، علشان كده بيكون لمحور قصير وبيخرج عليه عدد كبير جدا من الأزهار بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بدليل ركز معايا على المحور، المحور اهو بص كده المحور حصل ايه، خارج زهرة هنا وزهرة هنا وزهرة هنا وزهرة هنا وزهرة هنا وزهرة هنا، كلهم خارجين من على المحور القصير ده. لكن لو نورة محدودة قلت كنت هلاقي المحور ده بينتهي بزهرة، بيحمل زهرة في قبضته هنا وبينمو من الجزء السفلي من المحور فرع واحد أو أكتر ثم يتوقف نمو كل فرع بتكوين زهرة. الكلام ده طبعا مش حاصل عندي، أنا ملاحظ برغم أن المحور قصير لكن جميع الأزهار اللي موجودة خارجة من على هذا المحور القصير، يبقى دي نورة غير محدودة. بلاحظ أيضا أن أعناق الأزهار اللي خارجة على المحور متساوية الطول، وعلشان هنشأة من محور قصير جدا وأعناقها متساوية الطول فالأزهار بتنتظم في مستوى واحد تقريبا وتشبه في مظهرها العام الخيمة المقلوبة، علشان كده هذا النوع من النورات بيسمى بالنورة الخيمية. بلاحظ أيضا في هذا النوع من النورات وجود مجموعة من الأوراق الخضراء متجمعة حول المحور وبتحيط به من جميع الجوانب. إيه الأوراق دي؟ الأوراق دي هي القنبات اللي بتنشأ من قبضها الأزهار، عشان الأزهار خارجة على محور قصير وبأعداد كبيرة القنبات ظهرت متجمعة بالشكل ده وتغلف محور النورة وبنسميها قلافة، أي أن القلافة هي عبارة عن مجموعة القنبات التي تنشأ من أعضاتها الأزهار في حالة النورات غير المحدودة قصيرة الشمراخ، والتي تتجمع معا مكونة ما يشبه الغلاف حول محور النورة. طيب كده احنا وضحنا تركيب النورة الخيمية، نبدأ نحدد بقى الصفات المميزة لها علشان نوصفها وصف نباتي دقيق. عرفنا طبعا ان هي نورة غير محدودة، بسيطة ولا مركبة؟ لا طبعا نورة بسيطة، لان هنا الازهار بتنشأ على محور النورة مباشرة، يبقى النورة هنا نورة بسيطة. طويلة الشمراخ ولا قصيرة الشمراخ؟ طبعا قصيرة الشمراخ، الشمراخ هنا غير متشحم، الازهار معنقة واعناقها متساوية الطول تقريبا، بحيث بنلاحظ ان الازهار بتظهر في مستوى واحد
واحد تقريبا. طيب هذا النوع من النورات بيسموه ايه؟ بيسموه بالنورات الخيميه. طيب نبدا نوصف بقى النوره، هنجمع الصفات المميزه اللي احنا طلعناها دي ونصيغها في صوره جمله بتصف النوره وصف نباتي دقيق باختصار. فهنقول النوره نوره غير محدوده بسيطه قصيره الشمراخ، الشمراخ غير متشحم وتحمل ازهار ذات اعناق متساويه الطول تقريبا بحيث تنتظم الازهار في مستوى واحد تقريبا، وبين قوسين بكتب اسم النوره نوره خيميه. اما بالنسبه للرسم فالرسم هنا في حاله هذه النوره بسيط، برسم جزء صغير من الحامل بتاع النوره وبعدين برسم عليه محور قصير، ومش واضح هنا لان طبعا تسمين الازهار باعداد كبيره فبتبقى مغطيه المحور، برسمه على شكل محدد تحديد بسيط كده، وبعد كده برسم عليه الازهار بحيث ان نراعي ان تكون اعناق الازهار متساويه تقريبا وتظهر الازهار في مستوى واحد مع مراعاه التدرج في حجم الازهار. التدرج في حجم الازهار هنا هيكون من الخارج للداخل لان محور النوره قصير، فالتدرج بيكون من الخارج للداخل من الجهتين. يعني ارسم الاول الزهره اللي في المنتصف بحيث ان انا اخليها اصغر الازهار، وبعد كده ارسم اللي بعدها تكون اكبر منها شويه من الجنبين، وبعدين اللي بعدهم من الجنبين يكونوا اكبر شويه، وهكذا بالنسبه لباقي الازهار بحيث تكون اكبر الازهار حجما اللي هي الازهار الخارجيه من الجنبين، وبتتدرج في الصغر نحو مركز النوره. نيجي للنورة اللي بعد كده وهي النورة الهامة. يعني ايه النورة الهامة؟ في هذا النوع من النورات بيكون محور النورة قصير، هي نورة غير محدودة ايضا وبسيطة لان الازهار محمول على محور النورة نفسه، وفي نفس الوقت المحور بيكون مفرطح ومتشحم، يعني سميك ومتشحم، وبيحمل الأزهار الكبيرة للخارج وتتدرج في الصغر نحو الداخل. هذا النوع من النورات بيسمى بالنورة الهامة. بقتنا على الرسم نوضح اهو، ده محور النورة اللي هو الجزء اللي بيحمل الأزهار، أما ده فحامل النورة. الجزء اللي بيحمل الأزهار هنا قصير لكن مفرطح وسميك، واضح اهو من القطاع الطولي اللي عملناه فيه إن المحور بيكون سميك ومتشحم، تمام؟ بيحمل الأزهار مرتبة من الخارج للداخل، يعني أكبر عمرا للخارج وأصغرها بتوجد للداخل، وبالتالي بيكون التفتح من الخارج للداخل. هذا النوع من النورات بيميز نباتات العائلة المركبة اللي هي بتسمى حاليا بالعائلة النجمية، ومنها نبات دوار الشمس، ومنها الأقحوان، ومنها كريزانسيمم، وأنواع كتيرة من النباتات بتتميز بأنها بتكون أزهرها متجمعة في نورة هامة. لما أجي بقى أرسم النورة هرسمها بالشكل ده، حامل نورة والمحور بيكون سميك ومفرطح بالشكل ده، وأعمل عليه الأزهار الكبيرة للخارج، والأزهار هنا جالسة ما هيش معنقة، وأتدرج في الصغر نحو الداخل بحيث تكون الأزهار الصغيرة في المركز، والتفتح هنا زي ما قلت بيبقى من الخارج للداخل. لما بص هنا على الجزء اللي أنا مكبره، ده عبارة عن محور النورة وبيحمل أزهار جالسة. الجزء اللي أنا شايفه لونه أبيض شفاف ده عبارة عن التخت بتاع الزهرة بيحوي بداخله المبيض، أما البروزين الصغيرين اللي أنا شايفهم دول فدول بيمثلوا الكأس. الكأس هنا مختزل لورقتين صغيرتين، وبيبرز من قمة التخت أنبوبة توجية بتحوي بداخلها خمس أزدية ملتحمة من المتوك، ومتاع بيكون من كربلتين ملتحمتين من المبايض والأقلام، والمياسم بيكون منفصلة بالشكل ده، يعني المياسم هنا منفصلة عشان تدل على عدد الكرابل. ده قطاع طولي في نورة نبات دوار الشمس. لما أجي أوصف النورة دي بوصفها كالتالي، بقول نورة غير محدودة بسيطة قصيرة الشمراخ، الشمراخ متشحم ويحمل أزهارا جالسة، والتفتح يكون من الخارج للداخل. اسم النورة هامة. هنشوف نورة تانية مشابهة لها، والبعض بيعتبرها نوع مستقل والبعض الآخر بيعتبرها ضمن النورة الهامة. هذا النوع من النورات بشوفه في نبات الفتنة ونبات البرسيم، يعني عندي دي نورة البرسيم ودي نورة نبات الفتنة، وفي أنواع كتيرة من النباتات. بيتميز هذا النوع من النورات بأن محور النورة بيكون قصير ومتشحم، بس متشحم تشحم بسيط، وبيكون قروي أو محدب، ويحمل أزهار صغيرة جالسة. الأزهار طبعا الكبيرة الخارج والصغيرة بتكون للداخل، ففي شبه بينه وبين النورة الهامة، لكن البعض بيعتبر ان ده نوع مستقل بنسميه النورة الرأس، تمام؟ لما اجي اوصفها هوصفها كالتالي، نورة غير محدودة بسيطة ذات محور قصير متشحم تشحم بسيط يحمل ازهار جالسة، اسم النورة رأس. نيجي بعد كده على نوع تاني من النورات غير المحدودة وهو النورة الاغريدية. والنورة الاغريدية هنا بتقع في قسم النورات ذات المحور
النور الطويل. في هذا النوع من النورات بلاحظ ان محور النورة بيكون طويل، اللي هو انا بشاور عليه بالمؤشر، ده عبارة عن محور النورة، ويحمل ازهار جالسة والازهار وحيدة الجنس. الازهار المؤنثة بتوجد عند قاعدة محور النورة اللي هي لونها اصفر كبير شويه كده، اما الازهار المذكره فتوجد في الجزء العلوي من محور النوره وحجمها دقيق جدا. تاني نقولها، في النوره دي المحور بيكون طويل ومتشحم ويحمل ازهار جالسه، يعني بيشبه النوره السنبليه اهو، بس الفرق الاولاني بينه وبين النوره السنبليه ان المحور متشحم. الحاجه الثانيه ان بيحمل ازهار وحيده الجنس، ازهار مؤنثه بتوجد عند قاعده المحور وازهار مذكره بتوجد في الجزء العلوي منه. الحاجه بقى الثانيه اللي بتميز هذا النوع من النورات ان محور النورة بيحاط بورقة قنبية كبيرة بتسمى بالقينوة او الاغريض، علشان كده سموها نورة اغريضية. سموها نورة ايه؟ اغريضية، زي نورة الكنة. تمام، يبقى لما هاجي هوصف هذا النوع من النورات هوصفه كالتالي: نورة غير محدودة طويلة الشمراخ، بس عند طويلة الشمراخ هنا اقول ايه؟ والشمراخ متشحم. بدأت افرق اهو بين طويلة الشمراخ غير متشحمة والمتشحمة. والشمراخ يحمل ازهار جالسة ولكنها أزهار وحيدة الجنس، توجد الأزهار المؤنثة عند قاعدته والأزهار المذكرة توجد في الجزء العلوي منه، وتحاط النورة بالكامل أو شمراخ النورة بالكامل بورقة قنبية كبيرة بتسمى بالقينوة أو الإغريض. اسم النورة نورة إغريضية، زي نورات القلقاس والكنة. نيجي النوع الثاني من النورات اللي بيكون فيها الشمراخ متشحم، وهي النورة التينية. هي أيضا نورة غير محدودة بسيطة، لأن الأزهار بتحمل على محور النورة، بس بتمتاز هنا بأن المحور أي شمراخ النورة بيكون طويل ومتشحم ومقعر. نبص بقى عليه كده بقى، فين بقى المحور؟ المحور الجزء ده كله اللي أنا ماشي عليه بالمؤشر ده عبارة عن محور النورة. إيه اللي عرفني إن هو محور النورة؟ إن بيحمل هو على سطحه من الداخل الأزهار، يبقى الجزء ده هو عبارة عن محور النورة وبيكون سميك ومتشحم. تمام، يبقى لما أجي هوصف هذا النوع من النورات هقول إن هي نورة غير محدودة طويلة الشمراخ، الشمراخ متشحم ويأخذ شكل مميز اللي هو الشكل المقعر بتاعه ده، ويحمل أزهارا جالسة. الأزهار دي في منها أزهار مؤنثة وأزهار مذكرة، بتسمى هذه النورة بالنورة التينية. تاني، نورة غير محدودة بسيطة طويلة الشمراخ، الشمراخ متشحم ويأخذ شكل مميز اللي هو الشكل مقعر، ويحمل أزهار جالسة وحيدة الجنس. بنسمي النورة ايه؟ بنسميها نورة تينية، زي نورات التين والجميز. وبكده أكون أنهيت شرح الجزء الأول من النورات، وهو النورات غير المحدودة البسيطة، وأكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضرة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، على أن نكمل شرح باقي النورات، وهي النورات غير المحدودة المركبة والنورات المحدودة في الجزء الثاني. وأتمنى في نهاية هذا الجزء أن أكون وفقت في شرح وتبسيط المعلومات على النحو الذي يساعد أبنائنا الطلاب ويكون فيه النفع والفائدة لهم. وأدعو الله عز وجل لي ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وفي نهاية اللقاء أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، ولكم مني خالص التحية وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.